يلا تفضل سي طارق. ولا مدرب يعني كي تلقيت الخبر؟ تلقيت الخبر بالغ الاسى ياك. لا بالعكس عجبني كما كاع المغاربه، يعني المغاربه كلهم تقريبا كانوا باغيين ان زكي يكون ناخب وطني، لان يعطى بزاف للكره المغربيه، ويمكن كيبان لي انا هو اللي مؤهل اكثر، لانه هو اللي كيعرف اكثر اللعابه، كيعرف كل واحد لي كاباسيتي ديالو، كيعرف كل واحد كيفاش يلعب. كنظن انا الا جابوا شي واحد وعطاوه شي فلوس بزاف هذا ويلا خصو يعرف ويلا يقرا هذا ياخذ وقته، ما عندناش الوقت. وما كيجي واحد الحاجه بعدا، دابا كتلقى المدرب كيهضر بشي لغه ما كيفهموهاش، كتلقى المدرب كيهضر معاهم ما كيفهموش وهما ما كيفهموش، دونك مشكل. هذه الترجمه بعدا، اللهم الزكي عارف بعدا هذا كاين نفس اللغه. لو يعني كنظن احسن انجاز لحد الان هو اللي دار مع الزكي ياك في 2004. يعني الزكي يستاهل، يستاهل الزكي زعما. لا انسان كفء ونتمنوا ليه، وانا ما عرفتش نجي نسول نجي ونعطي رايي، رايي المتواضع. وهذه بادره ذكيه ديال الجامعه ديال كره القدم، لان اختاروا واحد السيد اختيار شعبي اللي باغيه الشعب، دونك دار شي حاجه الزكي غادي يقولوا برافو. هذا الشيء اللي بغيت نقول انا، ما دار والو، يقول لهم انتم اللي اختاريتوا انتم اللي بغيتوه. ودونك اختيار ذكي، انا متفق مع رشيد 100%، لان اختيار الزكي على الاقل جوج الحوايج، يا غينجح الزكي وهذا الشيء اللي كنبغينا كمغاربه، يا غيفشل الزكي وهذا الشيء اللي ما كنتمناوش، وعلى الاقل ما نبقاوش نسمعوا في ملاعب وطنيه بغينا الزكي بغينا الزكي، لحقاش واحد الوقت ان شاء الله ان شاء الله.